مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى. والحقيقة زي ما قلت لحضراتكم إحنا يعني في فقرة الصحافة دايما بنناقش المانشيتات اليومية النهاردة، وبيسعدنا في تحليل الخبر معانا هيكون معانا عبر الماسنجر الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. صباح الخير دكتور. صباح الخير فندم. صباح الخير لكل مشاهديك الكرام. أهلا بحياتك وكل سنة وحياتك طيب وبألف خير يا رب. وحضرتك بخير وسعادة. يعني اسمح لنا أن نقول أول خبر ونتناقش فيه مع حضرتك. مشاهدينا الخبر الأول معانا، الرئيس عبد الفتاح السيسي: مصر أصبحت فرصة كبيرة لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط CMA CGM الملاحية الفرنسية وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. وقد وجه الرئيس بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية ليعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، وبهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ بما يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية. الحقيقة دكتور أسامة، يعني إحنا دايما لما بنيجي نتكلم عن الاقتصاد بنتكلم عن الاستثمار بنتكلم عن التطوير اللي بيحصل في مصر بنبقى فخورين جدا، ويعني بنبقى دايما صورتنا قدام العالم بتبقى جميلة، ويا رب نشهد هذا التطور أفضل وأفضل. فحابين يعني نعرف من حضرتك طبعا الوضع وصل لإيه، ولما السيد الرئيس يقول إن مصر أصبحت يعني فرصة للاستثمار برضو حابين نعرف مشاهدينا إيه هي المعطيات اللي موجودة علشان يتم هذا الاستثمار بشكل جيد. يعني الحقيقة الحمد لله رغم كل التحديات اللي مش بس مصر شهدتها في الفترة الأخيرة لكن العالم كله شهده بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكن الحقيقة الحمد لله تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر كان ليها ثمار مهمة جدا خلال الفترة اللي فاتت، مكنتنا ان احنا نعمل اداء اقتصادي جيد كان محل اشادة من العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية. يكفي ان احنا مثلا نقول ان مصر الحمد لله كانت ثاني اكبر معدل نمو في العام الماضي بعد الصين. مصر كانت صاحبة نمو ايجابي، نمو اقتصادي ايجابي في المنطقة، وده الحقيقة كان مهم جدا لاستمرار عجلة التنمية. مصر الحمد لله من الدول اللي بتسير بسرعة كبيرة جدا في إنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية والتطور التكنولوجي. مصر تقدمت على سبيل المثال 90 مركز في قائمة التنافسية وجودة المرافق العامة الخاصة بالطرق وشبكة الطرق، وبالتالي كل هذه المشروعات بالإضافة طبعا لمشروعات المدن الجديدة اللي بتقام، مشروعات تطوير الشبكة فيما يتعلق بالاتصالات، تحديث قوانين الاستثمار، تطوير المنشآت السياحية وغيرها، وبالتالي كل هذه الأمور بتفتح مجال كبير جدا للاستثمار أمام الشركات العالمية والشركات الكبرى. وبالتالي الآن أعتقد أن مصر أصبحت مهيئة وبشكل كبير جدا لجذب المزيد من الاستثمارات. صحيح أن احنا حققنا نجاحات كبيرة جدا، كنا أكبر دولة في إفريقيا مستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين الماضيين، لكن أنا بعتقد أنه إن شاء الله بعد ما تنتهي تداعيات أزمة فيروس كورونا مصر هتكون قادرة على مضاعفة حجم هذه الاستثمارات، لأنه لديها من المشروعات الواعدة ولديها من فرص الربح لهؤلاء المستثمرين العالميين ما يشجعهم وما يدفعهم للقدوم إلى مصر، بالإضافة طبعا إلى أن مصر سوق كبير جدا، نحن شعب يتجاوز تعداد سكانه 100 مليون. أيضا مصر مرتبطة بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تسهل حركة دخول السلع المنتجة في مصر إلى الأسواق الإفريقية والأسواق العربية والعديد من الأسواق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبالتالي كل هذه الإمكانيات وكل هذه الدوافع ربما تكون إن شاء الله بداية جديدة لإعادة تقديم الاقتصاد المصري وإعادة بناء الاقتصاد المصري بما يليق بمكانة مصر وموقعها الحقيقي على الخريطة الدولية والخريطة العالمية.
يا رب دكتور، احنا طبعا بنتمنى دايما مزيد من هذا التطور وهذه المبادرات الجميلة، واحنا واثقين طبعا في ربنا اولا واخيرا، واثقين في الجهود المصرية اللي الدولة بتقوم بيها، وطبعا على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا احنا واثقين في بكرة يبقى احلى يا رب ان شاء الله. طيب اسمح لنا دكتور ننتقل لخبر اخر. مشاهدينا، الخبر اللي معانا بعد كده اجتماع هام لرئيس الوزراء لمتابعة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية. ترأس الدكتور مصطفى مبول رئيس الوزراء اجتماع هام وبحضور عدد كبير من الوزراء لمتابعة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. دكتور أسامة، الحقيقة يعني مبادرة حياة كريمة قامت بجهد كبير جدا في الفترة اللي فاتت، وكلنا ملاحظين ده فعلا، ولما يعني احنا فعلا كان معانا مداخلة اتكلمنا عن هذا، بس طبعا حضرتك هتكلمنا عن هذا الموضوع باستفاضة أكتر. احنا لما بنيجي نتكلم عن تطوير القرى، تطوير العشوائيات، تطوير الطرق، لما بيبقى في كلمة تطوير لبعض الأمور دايما بنهتم بيها وبنعرف ايه اللي هيحصل فيها وهيبقى شكلها عامل ازاي بعدين. تعرف حضرتك المواطن دايما بيبقى يعني عنده ان هو يبقى عنده يعني ان هو يعرف بعدين ده فيه ايه. فلما نيجي نتكلم عن تطوير القرى، وطبعا كلنا اكيد لينا قرايب كتير جدا في القرى المصريه وحابين ان هم يوصلوا لدرجه حلوه من الحياه الكريمه، حضرتك شايف القرى المصريه التطوير هيبقى عامل ازاي؟ وبنبدا بالقرى اللي طبعا بتوصل المراحل فيها امور صعبه طبعا، فحابين حضرتك توضح لنا ده. يعني الحقيقه خلينا اتفق تماما مع حضرتك انه الريف المصري قطاع مهم جدا من التكوين السكاني لمصر. احنا بنتكلم على تعداد يقترب من 58 مليون مواطن بيعيشوا في القطاع الريفي، في القرى، في التوابع، في النجوع المختلفه على يعني طول الخريطه في الوادي والدلتا. وبالتالي احنا بنتكلم على قطاع مهم جدا يتجاوز تقريبا نصف عدد السكان. الريف المصري رغم كل ما قدمه من تضحيات وكل ما قدمه من إسهام في تاريخنا، إلا للأسف الشديد أنه قطار التنمية تأخر في الوصول إلى الكثير من هذه القرى وهذه القطاعات. هي المشروع اللي أطلقه سيادة الرئيس مؤخرا وهو تطوير الريف المصري هيشمل تقريبا أكثر من 4500 قرية بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه. هذا المشروع الطموح كان بمثابة حلم لكل أهالينا في الريف، وكلنا تقريبا يعني بننتمي بشكل أو بآخر لنا جذور ريفية، فنحن تقريبا الشعب المصري كله بينتمي بشكل أو بآخر إلى الريف المصري، فكلنا الحقيقة كنا منتظرين هذه الخطوة، لكن ما كانش نقدر ناخد هذه الخطوة لولا وجود حزم تمويلية، ولولا وجود تجربة للإصلاح الاقتصادي، ولولا وجود دولة قادرة وإرادة سياسية حقيقية لتنمية الإنسان المصري. يمكن هو ده الشعار اللي رفعه سيادة الرئيس في بداية توليه لفترة الرئاسة الثانية، وهو إعادة بناء الإنسان المصري. الحقيقة هذا المشروع بمثابة زي ما قلت حلم حقيقي، هيتم الوصول بكافة المرافق وكافة الخدمات، سواء في مجال الصرف الصحي، في مجال مياه الشرب النظيفة، في مجال التعليم، في مجال الطرق، في مجال الإسكان، الكهرباء، الشباب والرياضة، كل الخدمات الممكن تقديمها بحيث نرفع جودة الحياة للمواطنين ولأهالينا في الريف سيتم اتخاذها وبشكل سريع للغاية. الحقيقة هذا المشروع مش بس مشروع للتنمية الإنسانية والتنمية الاقتصادية، لكنه كمان مهم جدا بالنسبة لنا، لأن يمكن سيادة الرئيس أشار إلى جزء مهم للغاية، وهو أن كل المنتجات التي ستستخدم في أو الخامات التي ستستخدم في هذا المشروع ستكون من الإنتاج المحلي، وبالتالي ده مسألة مهمة جدا، هيوفر ملايين من فرص العمل، هيوفر إمكانيات للكثير من المصنعين والكثير من المشروعات الإنتاجية المصرية، وبالتالي هو أيضا يعني يمثل جزء من البرنامج التحفيزي للاقتصاد المصري. فالحقيقة هو مشروع يليق بمصر المستقبل، يليق بدولة بتسعى إلى تنمية الإنسان المصري في كل المجالات، في مجال الصحة، في التعليم، في توفير جودة عالية من المرافق وجودة الحياة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا المشروع إن شاء الله عندما يكتمل، ويمكن سيادة الرئيس كعادته
أشار إلى أنه هذا المشروع سيستكمل خلال 3 سنوات. الحقيقة ده تحدي ضخم جدا، حضرتك لا تتصور حجم التحديات اللي ممكن تكون موجودة في قرى لم تشهد تطوير منذ عقود، مش بس هقول منذ سنوات، منذ عقود طويلة. في بعض الأماكن صعب الوصول إليها، وبالتالي التحديات كبيرة، لكن أنا بعتقد أنه الدولة المصرية قادرة على مواجهة هذا التحدي، وزي ما أبهرنا العالم في إنجاز قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، كان كتير بيراهنوا على أنه هذا المشروع لن يتحقق في الموعد المناسب. أنا الحقيقة أعتقد أن مصر قادرة، والدولة المصرية قادرة بكل مؤسساتها وكل مرافقها ومكوناتها، أنها تكون قادرة على استكمال هذا المشروع اللي هيكون أيقونة حقيقية للتنمية في مصر وفي العالم كله. وزي ما حققنا إنجازات في القضاء على فيروس سي وإنشاء قناة السويس الجديدة وبناء شبكة عملاقة من الطرق، أعتقد إن إحنا إن شاء الله هنحتفل بعد 3 سنوات باستكمال هذا المشروع، وهيكون الريف المصري بينتقل حقيقي إلى المستقبل. وده مشروع أنا بعتقد إنه يمثل مشروع لمئة عام قادمة، مش مجرد مشروع يدوم لسنوات، لأ ده محتاج، ده هينقل مصر نقلة نوعية تستمر إلى عقود طويلة، وقد نصل إلى قرن كامل من التطور إن شاء الله إذا استطعنا إن إحنا نخترق ونقتحم مجال التنمية في الريف المصري بقوة. يا رب يا دكتور إن شاء الله. طيب استكمالا أيضا للتطوير يا دكتور، إحنا معانا الخبر اللي بعد كده، مشاهدين الخبر اللي معانا بعد كده، وزير الطيران يستعرض جهود تطوير المطارات ويؤكد أهمية التواجد بأفريقيا. كشف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بعض التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، وأشار وزير الطيران المدني في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي إلى أنه تم تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب 900 راكب في الساعة بدلا من 300 راكب في الساعة. وأكد الوزير أنه تم إنشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين، وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلى مطار القاهرة، حيث أن مطار سفنكس يقع في منطقة استراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي. يعني أيضا ده استكمالا للتطوير. دكتور برضو حابين حضرتك تكلمنا عن تطوير المطارات وعن برضو كلمة الطيار محمد منار وزير الطيران يعني أمام الجلسة في الجلسة العامة للبرلمان، فحابين برضو حضرتك توضح لنا هذا أكثر. يعني الحقيقة خلينا نتكلم عن نقطتين أساسيات. يمكن النقطة الأولى الحقيقة بحب أشيد بالأداء المهم للبرلمان المصري الجديد، حقيقة أداء محترم جدا مبشر للغاية، بينبئ عن برلمان قوي. يمكن شفنا خلال الأيام القليلة الماضية عدد كبير من الوزراء بيأتي إلى البرلمان ليقدم كشف حساب لما أنجزه خلال الفترة الماضية في إطار البرنامج الحكومي الذي حازت به الحكومة الحالية على ثقة البرلمان السابق، وبالتالي ده تفعيل مهم جدا لمبدأ الرقابة البرلمانية ومبدأ المحاسبة، وبالتالي أنا أعتقد دي نقطة مهمة جدا وتطور لافت. يجب أن نحيي البرلمان وإدارة أو قيادة البرلمان الجديدة على هذا النهج، وندعوها إلى الاستمرار في هذا النهج الحقيقة، لأنه بيلبي احتياجات المواطن المصري وبيؤكد على وجود مؤسسات دستورية فاعلة وقادرة على المحاسبة وقادرة على الرقابة وأداء مسؤولياتها المنوطة بها في الدستور. لكن النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عليها هي قطاع الطيران المدني. يمكن هذا القطاع الحقيقة من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب أزمة فيروس كورونا. يمكن شفنا صناعة النقل في العالم كله وصناعة النقل الجوي على وجه الخصوص خسرت خسائر تاريخية، خسائر غير مسبوقة في أي فترة من فترات التاريخ، وبالتالي دي مشكلة كبيرة وتحدي كبير. ولكن الحمد لله زي ما في تحديات في أيضا فرص، وبالتالي مصر استغلت هذه الفترة وحاولت أن تحدث شبكة المطارات اللي موجودة، حاولت أن تحدث العديد من المرافق الجوية اللي كانت موجودة وتحتاج إلى التطوير لتتناسب مع المرحلة القادمة. كان منها إنشاء شبكة جديدة من المطارات زي ما أشار سيادة الوزير إلى مطار سفنكس اللي بيقع بالقرب من مدينة 6 أكتوبر وعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي بالقرب من الساحل الشمالي قريب من المناطق الصناعية في العديد من المحافظات، في 6 أكتوبر، في الجيزة، في الفيوم، في الإسكندرية، في عدد كبير جدا من المناطق، وبالتالي يستطيع فعلا أن يقدم خدمات حقيقية وسريعة
للمستثمرين وللمصدرين وايضا للركاب، وبالتالي ده مساله مهمه. ايضا تم افتتاح مطار العاصمه الاداريه، تم افتتاح او تدشين على العديد من الممرات وتطوير صالات السفر والوصول في العديد من المطارات، وخاصه طبعا في مطار القاهره اللي هو المطار المركزي، تحديث مطارات في المقاصد السياحيه زي شرم الشيخ والغردقه. وانا اعتقد انه قطاع الطيران المصري رغم كل التحديات لكنه ان شاء الله يكون قادر على العوده بقوه وتعويض خسائره خلال الفتره الماضيه نتيجه ازمه فيروس كورونا، لانه كمان هذا القطاع مهم جدا بالنسبه لنا في مجال السياحه. وان شاء الله عندما تعود السياحه الى معدلاتها الطبيعيه سيكون قطاع الطيران المصري جاهز وفي اتم الاستعداد لنقل ملايين السائحين الى مصر خلال الفتره القادمه، وان شاء الله تزول هذه الغمه وتعود كل التدفقات السياحيه وحركه الطيران الى طبيعتها ويعوض هذا القطاع المهم الخسائر التي تكبدها خلال الفتره الماضيه بفضل الاداره الحكيمه والاستعداد للمستقبل والفتره المقبله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله دكتور. طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر مشاهدينا. الخبر اللي معانا بعد كده وزير الخارجيه للنواب. مصر ترفض محاولات تشويه سمعتها باسم ملف حقوق الإنسان، لن نتهاون مع أي ضرر لمصالحنا، ويؤكد إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي، والنواب يؤكدون ثقتهم في تعامل القيادة السياسية مع أزمة سد النهضة. أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ترفض محاولات تشويه سمعتها باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات. وجاء ذلك خلال إلقاء وزير الخارجية بيان أمام مجلس النواب في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. أيضا يعني يا دكتور أسامة، يعني هذا الخبر بيحمل شقين، شق حقوق الإنسان وشق طبعا سد النهضة، رغم يعني أن في بعض الملفات اللي هي بتتصدر المشهد حاليا، وطبعا يعني زي ما حضرتك عارف مشهد أو ملف يعني فيروس كورونا هو المتصدر المشهد دلوقتي، واهتمام عالمي بهذا الموضوع واللقاحات والأعداد المصابين وتحور الفيروس وكلام كتير من ده، ولكن في بعض الملفات دي يعني بتحظى باهتمام كبير ايضا من المواطنين، ومنها ملف سد النهضه طبعا عشان حضرتك عارف الميه والنيل المصري طبعا ده يعني رقم واحد بالنسبه للمصريين. فحابين حضرتك تكلمنا وصلنا لفين في ملف سد النهضه، وايضا ملف حقوق الانسان في ناس بتستغله استغلال يعني زي ما قال وزير الخارجيه، فحابين حضرتك تكلمنا في هذا يعني هذه الشقين. يعني دعني أبدأ بملف سد النهضة. زي ما حضرتك أشرت هو الشغل الشاغل للمواطن المصري. طبعا الأمن المائي المصري هو ملف مهم جدا، هي قضية أمن قومي فعلا، وهي قضية مصيرية بالنسبة لنا. النيل هو المصدر التاريخي أو المصدر الوحيد للمياه العذبة في مصر، يعني أي مصادر أخرى هي مصادر هامشية للغاية، وبالتالي مصر تعتمد تاريخيا منذ يعني فجر التاريخ على مياه النيل. زي ما قال هيرودوت، مصر هبة النيل، وبالفعل تاريخيا كان النيل هو الرافد الأهم للعمران في الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ، وبالتالي قلق المصريين وحرصهم على التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة مسألة مهمة. يمكن حديث سيادة وزير الخارجية السفير سامح شكري بالأمس أمام البرلمان حديث مهم جدا، وضع الكثير من النقاط على الحروف، رد على الكثير من ما كان يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام وغيرها. وأنا أعتقد ده حديث مهم للغاية، لأنه بيأتي من شخص مسؤول، شخص ملم بكافة التفاصيل التفاوض، مطلع على كافة الإجراءات التي تمت. أنا أعتقد أن مصر الحقيقة قدمت الكثير والكثير من الصبر والحكمة في إدارة هذا الملف. مصر صبرت 10 سنوات كاملة في إدارة مفاوضات. لا يبدو أن إثيوبيا للأسف الشديد تريد أو لديها الإرادة السياسية الحقيقية لإنهاء هذه المشكلة. إثيوبيا كما قال الوزير لا تريد التوصل إلى اتفاق ملزم، تتعنت في الكثير من الحلول أو أمام الكثير من الحلول التي يتم طرحها سواء من مصر أو من السودان، بتطيل أمد التفاوض، يعني عملت الملء الأول للسد بدون التوصل إلى اتفاق، وأعلنت في الفترة الأخيرة أنها ستواصل نفس النهج وستصل إلى الملء الثاني حتى إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق في يونيو
مقبل، وانا اعتقد ان ده تحدي خطير جدا وغير مسبوق للقانون الدولي اللي بينظم مصالح الدول المختلفه فيما يتعلق بالدول المشتركه في احواض الانهار، وبالتالي ده اضرار متعمد بالمصالح المائيه لمصر وللسودان. وبالتالي كان مهم ان القياده المصريه والاداره المصريه والحكومه المصريه تضع الكثير من الامور امام الراي العام، وهو انه النهج التفاوضي لا يزال قائم، لكن في نفس الوقت مصر لديها الكثير من السيناريوهات البديلة، منها على سبيل المثال الوصول إلى المؤسسات الدولية. ويمكن سيادة الوزير أشار إلى أنه بيحمل المجتمع الدولي وبيضع أمام مسؤولياته في التصدي لهذا الملف، لأنه الحقيقة هذا الملف قد يكون واحد من أسباب تهديد الأمن والسلم الإقليمي في المنطقة الأفريقية. أيضا سيكون يعني بداية أو يعني واقعة ربما بعض الدول الأخرى تبني عليها وتنتهك القانون الدولي، وأعتقد أنه ده نهج مهم للغاية. مصر حتى الآن غلبت أواصر التعاون وأواصر الأخوة، لكن لا يبدو أن الأصدقاء والأشقاء في إثيوبيا يتعاملون مع هذا الملف بنفس الرؤية وبنفس الحكمة وبنفس تغليب المصلحة. أنا أعتقد أنه على إثيوبيا أن تزعن وأن تتفهم الشواغل المصرية وأن تتجاوب مع المقترحات المصرية والسودانية وأن تحترم القانون الدولي وأن تحترم حق الشعب المصري في الحياة. إذا كان الشعب المصري وإذا كان آسف الشعب الإثيوبي الشقيق نحترم رغبته في تنمية قدراته وفي تطوير إمكانياته، لكن أيضا عليه أن يحترم حق الشعب المصري في الحياة. ماء النيل بالنسبة لمصر ليس مجرد مصدر للمياه لكنه مصدر للحياة، وبالتالي عليهم أن يتفهموا هذا الوضع. يمكن النقطة الثانية المهمة اللي حضرتك أشرت إليها وجاءت في بيان وزير الخارجية أمام البرلمان هي قضية حقوق الإنسان، والحقيقة هي أيضا قضية شائكة للغاية. للأسف الشديد خلال السنوات الأخيرة قضية حقوق الإنسان تم استغلالها كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كوسيلة للضغط على بعض الدول، بتتم استخدامها من قبل بعض الجماعات وبعض المنظمات وبعض الدول التي تريد استغلال هذه القضية التي تبدو قضية نبيلة وقضية لها كل التقدير وهي قضية حقوق الإنسان، لكن بيتم توظيفها سياسيا. للأسف الشديد يمكن من الحاجات كمان اللي شهدناها خلال السنوات الأخيرة بعض الجماعات المتطرفة، يعني على سبيل المثال جماعة الإخوان الإرهابية بتنشئ جماعات لحقوق الإنسان. يعني لنا أن نتخيل أنه هذا العبث، أنه جماعة بتنتهك كل حقوق الإنسان، هي نفسها تشكل وتكون جماعات لحقوق ومنظمات لحقوق الإنسان وتنشئ مقرات ليها في واشنطن وتنشئ مقرات ليها في تركيا وفي لندن وفي غيرها. وبالتالي تخيل حجم الاستغلال والتوظيف السياسي لهذه القضية في الضغط على الدولة المصرية وتوظيفها لتصفية حسابات سياسية. أيضا خصوم الدولة المصرية من بعض الدول الإقليمية أيضا بتستغل هذا الموقف من خلال ترويج تقارير مزيفة وتقارير مشبوهة وتقارير بها الكثير من الوقائع المغلوطة لمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج. لكن أنا أعتقد أنه مع الجهود الكبيرة اللي بتقوم بها وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ده مهم للغاية للتواصل مع الرأي العام، لكن نحن بحاجة إلى مزيد من الجهد للتواصل مع المؤسسات الدولية. محتاجين أن احنا يكون لدينا صوت مصري مسموع في المنظمات الحقوقية الدولية، صوت مصري مسموع في المؤسسات والمحافل الكبرى، لأن هو ده اللي هيفند الأكاذيب وهو ده اللي هيفند هذه التقارير المشبوهة ويستعرض حقيقة الإنجازات التي تتم على أرض الواقع. يعني احنا لسه كنا بنتكلم على تنمية القرى المصرية، بنتكلم على مشروعات لرعاية التعليم، الصحة، الإسكان، المرافق، كل دي حقوق إنسان، كل دي حقوق اقتصادية واجتماعية، ولابد أن يعرفها العالم ويعرف العالم ماذا تحقق على أرض مصر من إنجازات في كل المجالات، وفي مقدمتها حقوق الإنسان المصري في العيش الكريم، في الحياة بشكل آمن، في الحصول على حياة بجودة عالية. وأعتقد أن ده واحد من أهم حقوق الإنسان اللي لابد أن كلنا ندعمها، مش تستغل كوسيلة أو هذه التقارير الحقوقية تشتغل كوسيلة للضغط على مصر وتشويه صورتها في العالم.
مظبوط فعلا كلام حضرتك دكتور أسامة، ويعني بنتمنى طبعا ان كل الامور تمشي في نصابها الصحيح، ويعني نرى الافضل والافضل في كل الملفات يا رب ان شاء الله. طيب اسمح لنا ايضا دكتور أسامة ننتقل للخبر اللي معانا بعد كده. مجلس السيادة السوداني لا نرغب في اتخاذ اجراءات تؤثر على علاقتنا مع اثيوبيا. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أن انتشار القوات المسلحة داخل الحدود مع إثيوبيا أمر طبيعي. وأضاف البرهان وفقا للقناة الإخبارية لا نرغب في اتخاذ إجراءات تؤثر على علاقتنا مع إثيوبيا. طبعا دكتور سامح حضرتك يعني طبعا يعني عارف التوتر اللي بيحدث في الايام اللي فاتت ما بين السودان واثيوبيا، وايضا احنا دايما في برنامجنا بنحاول ان احنا نعرف مشاهدينا كل ما يدور من احداث داخل مصر وخارج مصر ايضا علشان يبقوا على درايه اكتر يعني بالوضع العام. فانا حابين حضرتك تقول لنا الوضع وصل لغايه فين مع السودان واثيوبيا، والامر يعني لا قدر الله يعني ما يشهدش اي توتر تاني اكتر، فحابين حضرتك تفيدنا في هذا الصدد. يعني الحقيقه الوضع في الوضع المتوتر على الحدود السودانيه الاثيوبيه انا بعتقد انه مهم بالنسبه لنا في مصر، لانه دولتين مهمين بالنسبه لنا في امتدادات الامن القومي المصري بمفهومه الواسع. للاسف الشديد الوضع متوتر للغايه. اثيوبيا قامت بمساء اول امس بقصف مدفعي لبعض المناطق داخل السودان. الجيش السوداني رد بقصف اخر لمصادر النيران ضده، وبالتالي في بالفعل توتر، في مشكلات بتتصاعد، هناك نزاع. السودان اعلن وبشكل واضح ان هذه الاراضي هي اراضي سودانيه، ولديه من الوثائق ولديه من الوقائع ولديه من الادله ما يؤكد به تبعيه هذه الاراضي الحدوديه والاقاليم الحدوديه للسياده السودانيه. والسودان الحقيقه على مدى الاسابيع الماضيه اعلن اكثر من مبادره للوصول الى حلول، منها على سبيل المثال القبول بالوساطه الدوليه، القبول بوساطه الاتحاد الافريقي، اللجوء الى اي محكمه للتحكيم بشأن هذا النزاع. لكن التعنت يبدو أنه سمة باتت ملازمة للقرار الإثيوبي، والتعنت دائما سواء كان في سد النهضة زي ما كنا بنتحدث منذ قليل، أو في ملف الحدود أو النزاع الحدودي مع السودان. للأسف الشديد الموقف الإثيوبي لا يبدو أنه يقبل بأي حلول أو أي مبادرات للحل، يصر على الحل العسكري، يصر على انسحاب الجيش السوداني من الأراضي التي يقول أنها تخضع لسيادته. حتى السفير الإثيوبي في الخرطوم منذ بضعة أيام الحقيقة خرج ببعض التصريحات التي لا تتناسب أبدا مع الأعراف الدبلوماسية، وبالتالي أنا أعتقد أنه الموقف مرشح للتصاعد إذا لم يتم التدخل الدولي. في أنباء بتشير إلى أنه القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم هترسل القائد الخاص بهذه القوة إلى الخرطوم للتباحث بشأن محاولات احتواء التصعيد العسكري ومحاولات التهدئة الأمنية، حتى يمكن أن يكون هناك أجواء مواتية للوصول إلى تفاهمات أو حوار سياسي. أتمنى أن إثيوبيا تغلب صوت العقل، أنها تتجاوب مع كل المبادرات المطروحة وألا تسير في اتجاه التصعيد العسكري، لأن الحقيقة التصعيد العسكري والحروب ليست في صالح أي دولة، خاصة في ظل الظروف الحالية، خاصة من دولة بتقول أنها بتسعى إلى تنمية قدراتها الداخلية وبناء تنميتها الذاتية والحفاظ على مصالح شعبها، وبالتالي عليها أنها تجنب شعبها وتجنب المنطقة ويلات الحروب. وأعتقد أن الحرب لا أو التصعيد العسكري ليس في مصلحة أي طرف، سواء كان الطرف الإثيوبي أو الطرف السوداني أو المنطقة بشكل عام في إفريقيا. وبالتأكيد طبعا مصر مهتمة بشكل كبير جدا بتهدئة الأوضاع في هذه المنطقة المهمة بالنسبة لأمننا القومي الإقليمي. يعني هو طبعا حضرتك يعني فسرت الموضوع بشكل شامل جدا دكتور أسامة، واحنا طبعا يعني دايما بنحب نوضح لمشاهدين الصورة كاملة، فيعني طبعا انا بشكر حضرتك على هذا التوضيح، ويا رب كده دايما في كل الملفات نرى الافضل والافضل، ونرى كمان العالم الخارجي كله في سلام، يعني يا رب ان شاء الله بنتمنى لمصر ولكل العالم السلام، وبكره يكون افضل يا رب ان شاء الله دايما في كل خير.
أنا طبعا دكتور أسامة بشكر وقت حضرتك معانا، وبشكر تحليل حضرتك للأخبار، وإن شاء الله يعني تنتهي هذه الجائحة بخير ونلتقي مع حضرتك في الاستوديو مرة أخرى ونتناقش أيضا ونحلل الأخبار مع حضرتك. فكل الشكر لحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب. وحضرتك بخير، وكل تمنياتي الطيبة لحضرتك وللقناة ولمشاهديك الكرام ولمصر والعالم كله. إن شاء الله نتجاوز هذه الفترة الصعبة ونصل إلى بر الأمان إن شاء الله. يا رب يا رب يا دكتور، بشكرك جدا دكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده خلصت فقرة الصحافة، اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة اللي زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن الطفل العنيد. والحقيقة طبعا دي صفة يعني مش كويسة طبعا انها تكون سواء في طفل او تكون في حد شاب او في حد كبير، الصفة دي بتؤدي الى كوارث في المستقبل. فحابين ان احنا نحاول ان احنا لما نشوف ابننا عنده هذه الصفة الوحشة ان احنا نحاول نتخطاها ونحاول ان احنا نعالجها. بيسعدنا ان هيكون معانا للكلام عن هذا الموضوع دكتور عبد الله غازي استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي. فاسمحونا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الأخيرة، خليكم معانا.